بحثنا هذا اليوم بعنوان أئمة الضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا أخي، شنو معنى أئمة الضلالة؟ عزيزي، إمام الضلالة اسمه يطلق على كل شخص يتصدى لقيادة الناس وهو ليس أهلا للقيادة، وبالتالي يكون سببا في ضلال وانحراف الناس، فيسمى إمام ضلالة، والجمع أئمة ضلالة أو أئمة مضلون. واضح عزيزي؟ نعم واضح، شكرا لك. إذا نبدأ بعون الله تعالى بالبحث عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال الأئمة المضلون. لحظة عزيزي، هذا الدجال الذي حذرت منه جميع الأنبياء عليهم السلام وخصوصا خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معقولة أئمة الضلالة أخطر منه؟ نعم يا عزيزي، أخطر منه، وهذا ليس قولي بل هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول نفسه الذي حذرك من الدجال واقتنعت بتحذيره، فها هو نفسه يحذرك من أئمة الضلالة ويعتبرهم أخطر من الدجال. زين، ممكن تبين لنا كيف هم أخطر من الدجال؟ صاروا بالخدمة. إذا كان الدجال يشكل كل هذا الخطر على مبدأ التوحيد وسوف يضل الكثير الكثير من الناس، فما هو خطر أئمة الضلالة لكي يكون أخطر من الدجال؟ ما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على أمته من أئمة الضلالة أكثر من الدجال؟ حيث عبر عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال الأئمة المضلون. ما الذي فعله أئمة الضلالة لكي يشكلوا هذا الخطر على أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ احتمال حرفوا قول من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو فسروا آية حسب ما تقتضيه مصلحتهم، أو وضعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ظاهر الأمر إن هذا الفعل لا يشكل خطرا بالغا بحيث يكون أكبر من خطر الدجال. نعم، وسأثبت لك واقعا إن خطرهم أكبر وأكبر من خطر الدجال، فإننا عندما نسلم بالأطروحة التي تشير إلى شخص الدجال وأنه سيظهر في آخر الزمان، فإنه من الواضح جدا يكون أئمة الضلالة ممن سبقه أخطر منه، لأنهم سيكونون ممهدين للدجال، فيعتبر كل واحد منهم تطبيقا صغرويا للدجال وممهدا لذلك الدجال الأكبر. واعلم أنه لولا المكر والخداع تحت ستار الدين من أئمة الضلالة وسريان هذا المكر والخداع على الناس، لما تأثرت الناس وانخدعت بمكر وخداع الدجال الأكبر. فعليك أيها المكلف ترويض نفسك على معرفة الماكرين ومكرهم حتى تتمكن من معرفة الدجال الأكبر، فلا تلتحق به بل تكون من أنصار الحق وأهله، ومن أتباع بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن عليهما السلام. ممكن تعطينا شواهد لمواقف أئمة الضلالة ضد أهل الحق؟ الشواهد كثيرة جدا، واقعة الطاف شاهد لا مثيل له، والأمر نفسه مع كل إمام من أئمة الحق عليهم السلام، ثم الأمر تكرر مع العلماء الصالحين من بداية الغيبة ولهذا اليوم. وهذه المواقف كلها ستعاد على قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف، حيث سيخرجون على الإمام ويقولون له: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك، الدين بخير. حيث تشير الروايات إلى أن 16,000 رجل دين أو أكثر سيخرجون على الإمام ويحاجونه بكتاب الله ويقولون له: ارجع يا ابن فاطمة. عفوا أخي، يعني نقدر نقول أنه أئمة الضلالة هم الأخطر وباعتبارهم من نفس الدين والمذهب والمكان والزمان وممكن حتى النسب، يعني نقدر نسميهم فيروس داخلي أو عدو داخلي. أحسنت، بالضبط، هم فيروس داخلي
والكل يعترف بأن العدو الداخلي هو أخطر بكثير من العدو الخارجي. وعلمياً أن الفيروس إذا كان في داخل الجسم فيسيطر على خلايا الجسم ويسبب المرض، أما الفيروس الذي خارج الجسم فيمكن تحاشيه والوقاية منه بعدة وسائل، وبالتالي إبعاد خطره عن الجسم. كذلك هو خطر أئمة الضلالة، إذ هم داخل جسم الإسلام، بل ونصبوا أنفسهم أئمة للناس، وقاموا بتمرير الكثير من الفتاوى والروايات الكاذبة التي لا تمثل الإسلام ولا تتماشى مع ما يريده الإسلام للناس، وبالتالي إبعادهم عن رسالة الإسلام وعن ما ضحى من أجله نبي الإسلام وأئمة الإسلام عليهم السلام. فمن وصفهم لنا أخطر من الدجال وضع لنا طرق الوقاية منهم وكيفية كشفهم وعدم تصديقهم، ومن أفضل وأحسن تلك الطرق هو العلم والتعلم والعمل على طهارة النفس وتهذيبها بالحضور والتواجد الفاعل في مجالس قراءة القرآن وإلقاء الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.